بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجو جميل جدا جدا في جمهورية مصر العربية في القاهرة، مغيم وهذا. بغيت أتكلم على الله البلد والشعب العظيم هذا. مهما كان هذا الإنسان بتشوفه راضي، دائما يقول نحمد الله، كلمة الحمد دائما في فمه، إن كان ينظف الشارع أو كان يخدمك أو كان يجيبك شاي أو قهوة، دائما أحمد الله سبحانه وتعالى بوجه مبتسم. هذه ما صارت العالم كلها، هذه يعني أنهم رضى الله عليهم وهم قابلين أن هذه بلدهم الجميلة يجب أن يحافظون عليها بدروس وعيون ومفضلة. هذا السبب أن نازل عليهم الراحة النفسية. أنا أدخل في أي مكان، في أي قهوة، في أي مطعم، الصبح ما أطلع، بالليل أنا ما أطلع، أجلس في قهاوي، أجلس في قهوة صغيرة مثلاً، كانوا حتى في أوتيل، تشوف يفرحون بك، إن كانوا يعرفونك أو ما يعرفونك، يستقبلونك، يكرمونك، يجيبون لك حتى بعد ما تطلب تطالب شاهي أو قهوة، يجيبون لك بعد فاكهة منهم، هذه هدية من كرمهم وخلقهم. سبحان الله، سبحان هذا رضا من الله سبحانه وتعالى. الله يحفظ هالبلد وتحمي بالحمد وشعبها وأرضها وأنهارها و من كل عدو وكل حسد، يا رب وفقهم بجاه النبي. السلام عليكم.